تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي الإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. أيضا في هذا البرنامج مستمعينا نحاول قدر الإمكان أن نطرح مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فحياكم الله معنا في هذه الحلقة التي نتمنى أن تقدم لكم الفائدة بشكل أو بآخر عبر المواضيع اللي ما نطرحها لكم. أرقام التواصل معنا على الرقم 600-55-1414 أو عبر رسائل نصية على الرقم 4006. نستقبل ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، أو أي شغلة تخص القطاع الصحي في إمارة دبي أو تخص الخدمات اللي نقدمها نحن في هيئة الصحة بدبي. أيضا مستمعينا مثل ما عودناكم دائما، ولا خلوني أعرف اليوم بطاقم البرنامج. عندنا سيتخبركم معنا في التنسيق الأخت أشواق مسعد، وأيضا في الإخراج الأستاذ الكبير أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. مثل ما عودناكم مستمعينا، نحن في بداية كل حلقة ناخذكم في جولة سريعة على أهم ما ورد من أخبار في الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. أول أخبارنا اللي انتقيناها اليوم يقول المسنون أكثر وفاة بالإنفلونزا. لا يتحمل المسنون الإنفلونزا بسهولة، وكثيرا ما يتوفون من مضاعفات متعلقة بها بسبب وقوع اختلال في عمل ثلاثة جينات هي TLR7 MAVS و CASP1. يؤدي هذا الاختلال إلى وقف خلايا منظومة المناعة عن مكافحة الفيروسات، ولكنها لا تقف عند تسبيب التهابات وقتل خلايا رئوية. وقال إيكوكو إيفاساكي الأستاذ في جامعة ييل الأمريكية بأن تكاثر الفيروسات في أجسام فئران داخل مختبر ليس عاملا كافيا لوفاة القوارض، حيث كان التدخل المضر للجسم بنفسه عاملا مطلوبا. وإذا كانت العمليات الجراحية أو العمليات الجارية في جسم الإنسان كهذه، فعلى الأطباء ألا يكافحوا تعدد خلايا الفيروسات، حيث يتوجب عليهم مكافحة الخلايا لمنظومة المناعة وهي الخلايا التي تدمر الرئات. وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة انطلاقا من الواقع أن الإنفلونزا تؤدي إلى وفاة أكثر من 500,000 شخص في أنحاء العالم، علما بأن 90% منهم هم من كبار السن أو المعمرون. أيضا خبر ثاني يقول تناول الأرز يرفع الزرنيخ لدى الأطفال. أظهرت دراسة جديدة أن غذاء الأطفال المعد من الأرز يحوي كمية كبيرة من مادة الزرنيخ، وأن أولئك الذين يتناولون هذه الوجبات تزيد لديهم مستويات الزرنيخ في البول وانتو بكرامة. وشملت الدراسة 759 طفل بين عامي 2011 و2014، حيث تم فحص الأطفال كل 4 أشهر وإجراء مقابلات مع الوالدين حتى بلوغ كل طفل عامه
الأول. وتوصل الباحثون إلى أن 80% من الأطفال المشاركين في الدراسة قد تناولوا الأرز أو شراب الأرز في العام الأول من حياتهم، وأن 64% منهم تناولوه بين سن 4 و6 أشهر. ووجدت النتائج أن الأطفال الصغار الذين يتناولون منتجات الأرز الأبيض أو البني تبلغ نسبة الزرنيخ في البول لديهم ضعفي من لا يتناولون الأرز. وأوضح الباحثون أن الأرز العضوي يرفع من تعرض الأطفال لمادة الزرنيخ، مما يضر صحتهم ونموهم وخاصة تطور الدماغ لديهم والجهاز المناعي. أيضا مارغريت كاراجاس كبيرة معدي هذه الدراسة في كلية جيس للطب في جامعة دارتموث في هانوفر بولاية نيو هامبشير، قالت نعرف أن غذاء الأطفال من الأرز هو أول غذاء بشكل نمطي بالنسبة للأطفال، ولكن لا نعرف شيئا يذكر عن مدى شيوع إطعام الأطفال بغذاء الأرز في الولايات المتحدة أو متى يقدم للأطفال. الباحثون اعتبروا أن مادة الزرنيخ مسرطنة معروفة يمكن أن يكون لها تأثير على خطر الإصابة بأمراض شرايين القلب والمناعة وأمراض أخرى. وذكر نحن في حلقات ماضية تكلمنا عن أهمية أن الأطفال يأكلون شيء صحي في على الأقل خلال أول 100 يوم عندهم، يعني أو 1000 يوم حقيقة. أول 1000 يوم لازم يكون الأكل عندهم يكون مناسب لأن جهاز مناعتهم شوية قليل. أيضا من يعني من بين الأشياء الجميلة اللي قريتها يقولون في تطبيق جميل، أو يقولون أن الواحد ممكن يتخلص من الضغوط النفسية عبر الهاتف الذكي. كيف؟ أنا العادة الواحد يقول أن واحد من الأسباب اللي تجيب لك ضغط نفسي هو الهاتف الذكي، لا. الآن عرض أخير يعني مؤخرا في معرض متخصص في مدينة أودلنبورغ الألمانية تطبيق جديد للهاتف الذكي يمكنه مساعدة الأهل والوالدين في تقليل الضغوط النفسية الناجمة عن متاعب تربية الأطفال. طبعا يلجأ الآباء والأمهات عادة للأصدقاء أو لأفراد العائلة للشكوى من الضغط العصبي الذي يتعرضون له في الحياة اليومية مع أطفالهم، وتوصلت التكنولوجيا الحديثة هذه لطريقة جديدة ترصد معدلات الضغط العصبي عند الأبوين، وعندما يصل الأمر لمرحلة الخطورة تقترح عليهم الوسائل المناسبة للتخلص من الضغط. مثلا أو خلوني أقول لكم كيف يعمل هذا التطبيق. من خلال وضع جهاز استشعار يلبس الأبو أو الأم على المعصم مثل الساعة، وأيضا هذا الجهاز يجمع البيانات حول مستويات الضغط اللي يتعرض لها الأب أو الأم، ومن ثم ينقلها إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحة التابلت هذا، ووفقا للنتيجة يقترح التطبيق وسائل الترفيه المناسبة للتخلص من الضغط العصبي. طبعا هذا التقرير نشرته مجلة فوكس الألمانية. يساعد التطبيق أيضا في تحسين التواصل بين الأبوين والأطفال، إذ يرسل في المواقف اللي يسجل فيها الجهاز معدلات ضغط عالية رسائل للأبوين من نوعية يعني الحين أنت ولدك شي ضغطنك، فيرسل لك رسالة يقولك أنت قدوة لطفلك، فماذا ترغب أن يتعلم منك؟ الله، شوف الرسالة ما أجملها. أنت قدوة لطفلك فماذا ترغب أن يتعلم منك؟ بطبيعة الحال على طول بينزل الضغط عندك، بتحس يعني في رسالة إيجابية يتنك لا أنا لازم أنتبه أو أنت لازم تنتبهين. طبعا حسب ما جاء في تقرير فوكس فإن الجهاز يرصد التغيرات التي تحدث في الجسم نتيجة الضغط العصبي مثل التعرق، حرارة الجلد، وبالتالي يمكنه تسجيل معدلات الضغط العصبي في المواقف المختلفة. أعتقد مثل هذا التطبيق بيكون تطبيق جميل جدا، وأيضا واحد من الاستخدامات الجيدة للهواتف المتحركة. ونحن ما نطلع على موضوع بعد جميل عبر هذا
الثلر التوعوي أو هذا الفاصل التوعوي. وبس حبيت أذكركم أن هذه الفواصل يا جماعة الخير هذه تعرض على التلفزيون على قناتي سما دبي ودبي، ممكن أنكم تتابعونها وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة. نحن هنا في البرنامج نعرض لكم الصوت، لكن الفواصل هذه جميلة جدا، ممكن أنكم تطلعون عليها عبر حسابات الهيئة في التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai، أو حتى من خلال متابعتكم اليومية لقناتي سما دبي ودبي اللي داخلي معانا حقيقة في العديد من الشراكات من خلال هذه المؤسسة الإعلامية الراقية. خلونا نشوف هذا أو نستمع إلى هذا الفاصل التوعوي، ومن ثم سوف نذهب إلى فاصل إعلاني وبعدها نعود لاستكمال برنامجنا. يحليلك يا سعيد، شكلك مبراق طول الليل وعلامات الأرق باينة عليك. طبعا تناول وجبة ثقيلة قبل النوم تسبب عسر هضم يؤدي إلى الأرق، ولكن الأرق مشكلة لها تأثيرات صحية ونفسية، وحسب منظمة الصحة العالمية 70% من الأمراض سببها اضطرابات النوم. حول العالم واحد من ثلاث أشخاص يعانوا من الأرق خلال فترة من حياتهم، وفي الإمارات 25% يعانون من اضطرابات في النوم. ها؟ هي تلاقي واحد عنده مشاكل في حياته أو عمله مو قادر يرقد، مما يسبب الأرق في 40% من الحالات. ولكن في بعض الأسباب قد تكون عضوية مثل التعب، الألم، أمراض السكري، الغدة الدرقية، أو أسباب سلوكية مثل زيادة الوزن، الكسل، الخمول. ولا تقول أنا باخذ قيلولة بعض الظهر، لأن بالفعل نوم ساعة واحدة في الليل يوازي نوم 3 ساعات في النهار. حاول يا سعيد أنك تكون هادئة بالنوم ولا تفكر في المشاكل، وابعد الجوال عن سريرك، ناموا ما بين 7 و8 ساعات ليليا، وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين أرقام التواصل معنا ممكن الاتصال على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أي حد عنده أي ملاحظة وأي مداخلة وأي مشاركة ممكن يتصل فينا بشكل مباشر، وإن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان أن نقدم للفائدة اللي يسعى لها. أيضا مستمعين شوي ما ننتقل إلى موضوع مهم أو موضوع آخر في القطاع الصحي، يعني يعد واحد من الأعمدة الأساسية أو ممكن نقول عنه العمود الفقري لأي منظومة صحية. إذا ما كان يعني هذا القطاع هو صمام الأمان لها. طبعا أنا أتحدث عن قطاع الصيدلة، وهو الأساس في محاور هذه المنظومة الصحية اللي ترتكز على الوقاية والعلاج. وطبعا الشغلتين هذيلا يتصلون بشكل رئيسي بالدواء. من أجل ذلك هيئة الصحة بشكل خاص والأنظمة الصحية تولي قطاع الصيدلة جل اهتمامها وتحرص على تطويره وتقدم له يعني أهم ما تملك من المقومات التي ترتكز على النجاح. طبعا في هذا القطاع هنالك متغيرات كثيرة يشهدها العالم، سواء على جانب الوقاية من الأمراض، أمراض جديدة تطلع على الساحة في أنحاء متفرقة من العالم، أو مواجهة الأمراض المتعارف عليها والمزمنة. وهذا الشيء
بالتحديد تدرك هيئة الصحة بدبي التي تمضي نحو تطوير السياسة الدوائية وتعزيز اتجاهاتها بأفكار مبتكرة وذكية تجعل من خدمة توفير الدواء وتأمين الحصول عليه في الوقت المناسب مع سلامة المرضى هدف رئيسي لها. طبعا هنالك إدارة متميزة جدا في هيئة الصحة بدبي هي إدارة الصيدلة اللي حقيقة ما نتعرف على واحد من المشاريع اللي قامت بها مؤخرا من خلال استضافتنا الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي عبر الهاتف. مرحبا دكتور. مرحبتين خي محمود. حياك الله دكتور. بالنور والسرور دكتور. نحن يعني من فترة تحفتونا أن هنالك حملة ستنظمها هيئة الصحة بدبي في مقر هيئة الطرق والمواصلات وهذا بيكون يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016 تحت عنوان الدواء سلامة وعطاء. أنا أبغي أعرف أول شيء عن هذه الحملة، أنتوا ليش اخترتوا مثلا هيئة الطرق أو هذا المقر في هيئة الطرق والعنوان هذا الجميل الدواء سلامة وعطاء؟ أولا أخي محمود طبعا أشكرك على يعني الكلام اللي يعني إحنا طبعا نفتخر فيه، النبذة اللي أعطيتها عن الصيدلة وعن الأدوية وهذا جزاك الله ألف خير. هذا طبعا ما يصير إلا من شخص فاهم لهذه الأشياء وواعي لها. الشيء الثاني طبعا حملة الدواء سلامة وعطاء هي حملة، أو طبعا نأخذها ليش هي سلامة، ليش الدواء سلامة وعطاء؟ الدواء هو عبارة عن مواد مادة سامة سلاح ذو حدين، ممكن استخدامه بشكل جيد وممكن إساءة استخدامه وكل مادة سامة. الدواء طبعا له صلاحية وينتهي وممكن يتلف وممكن يكون لأي أعراض إذا تلف أو انتهى صلاحيته. فطبعا في احنا نشوف عموما يعني لما قلنا سلامة لأن نهدف من الحملة هاي أن تكون حماية للبيئة حماية للمجتمع، لأن إذا كان الأشخاص في المنازل عندهم الأدوية مثلا يلقونها في الحاوية أو في المجاري طبعا هاي تؤذي البيئة وتؤذي المجتمع وتؤذي البيئة طبعا إذا راحت المياه هذه إلى أماكن مختلفة تؤذي البيئة نفسها. صحيح. فطبعا زائد أن تراكم الأدوية في المنزل ممكن يتم إساءة استخدامها من الأطفال أو بالخطأ، فهذا كله طبعا حماية المجتمع وحماية أفراد المنزل وحماية البيئة، لذلك هذا أطلق عليها الحملة سلامة لأن احنا نستلم الأدوية اللي هي طبعا تالفة أو أدوية غير صالحة للاستعمال أو منتهى صلاحية وأدوية فائضة عن الاستخدام. أما عطاء إذا كان فيه في المنزل مثلا أدوية فائضة عن الاستخدام، مثلا الدكتور كتب دواء بعدين غير الدواء فصار فائض، أو مثلا والله المريض استغنى عن دواء معين أو إلى آخره أسباب معينة فصار فائض عندهم، فهذا يكون دواء مش تالف سليم صحيح ما في أي مشكلة، فسلمونا طبعا الهيئة، الهيئة تسلم للمحتاجين عن طريق الهلال الأحمر، فهذا فيها عطاء. إذن مشاركة الأدوية اللي هي غير تعرفة للناس المحتاجة هذا العطاء، والسلامة هي حماية البيئة والمجتمع وأفراد المنزل وأفراد عائلة، هذا شيء واحد. طبعا إحنا هنا سابقا كان يتم إلقاء الأدوية في الحاويات مثلا في المجال المائية طبعا هي كلها خطأ، فإحنا هنا تأتي هيئة الصحة أن تحمي المجتمع وتحمي الأفراد تحمي هذا، وكان لهم مبادرة من عدة سنوات أن بعدم إلقاء هذه الأدوية في الحاويات، عدم إلقاها في أو عدم وضعها في أماكن مختلفة يعني في متناول المجتمع، فهذه كلها لما قامت هيئة فأطلقت هاي الحملة الداخلية وأصبحت الأدوية طبعا تستقبل من طريق الأشخاص عن طريق صيدليات الهيئة كلها اللي تستقبل هذه الأدوية تقوم بتقييمها، الصيادلة المتخصصين يقيمون هذه الأدوية ويتم فصلها الأدوية المنتهية الصلاحية والتخلص منها بتخلص آمن عن طريق بالتعاون مع بلدية دبي، وأما الأدوية اللي هي سليمة يعني سليمة وصالحة للاستخدام يتم إعطائها للهلال الأحمر للاستخدام الناس المحتاجة والناس بإعادة إليها.
احنا طبعا الهيئه عندها خطه، هي الخطه المرحله الاولى كانت في داخل الهيئه، وطبعا ابراز الحمله واهميتها الى افراد المجتمع. الجزء المرحله الثانيه اللي هي تطلع من هيئه الصحه ونطلع على الهيئات الحكوميه الثانيه. فاول هيئه طلعنا لها الحين ان شاء الله يوم 9 يوم يوم أربعة يوم الاربعاء يوم 4 5 يوم من 9 الساعه 10 في هيئة الطرق والمواصلات اللي هي من الهيئات الكبيرة في 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 دبي، وطبعا لها وزنها. وبعدين إن شاء الله في نفس الشهر إن شاء الله طالعين إن شاء الله بالتعاون مع طبعا القيادة العامة، وإن شاء الله مع القيادة العامة لشرطة دبي، وإن شاء الله تتوالى الهيئات الثانية. طبعا الهدف من هذا توعية المجتمع، توعية أفراد المجتمع، توعية طبعا إيصال هذا المفهوم إلى الدوائر والهيئات الحكومية، بحيث أن هي بعد نتعاون معها بحيث أن نحاول نثقف المجتمع بأهمية هذا المشروع وخطورة طبعا الدواء وأهمية تقنين التخلص منه، بحيث أنه يكون التخلص منه بتخلص سليم آمن عن طريق ناس متخصصين في مجالهم. طبعا في الآخر احنا نجمع نشوف أدوية غير سليمة نتلفها إتلاف صحيح عن طريق بعد ناس متخصصين في بلدي دبي، وإتلاف سليم حسب الأنظمة الصحية العالمية وحسب طبعا الطرق السليمة، بحيث أن يكون ما يكون عندي أنا يعني أي شيء في أذى للمجتمع، لأفراد المجتمع أو للبيئة. وفي نفس الوقت أنا طبعا أستخدم السليم منه وأعطي الناس المحتاجة، والحمد لله يعني نجحت الحملة هذه وأعطينا الهلال الأحمر عدة يعني مساعدات من هذه الأشياء هذه، وكان لها دور فعال في إسعاد أشخاص محتاجين لهذه الأدوية. صحيح، داخل الدولة وخارج الدولة بعد كذلك دكتور كانت هناك مساهمات كثيرة لهيئة الصحة في هذا المجال مع الهلال الأحمر. طيب دكتور الآن بعيد عن هذه الحملة، أنتوا كنتوا أصلا فاتحين المجال للجمهور اللي يبغي يرد الأدوية ممكن يتوجه إلى مراكز الهيئة أو مستشفياتها، إلى الصيدليات المتواجدة هنالك. أي حد من أفراد الجمهور ممكن يرجع هذه الأدوية اللي فائضة عن الاستخدام كذلك في أي وقت، ممكن أي واحد من أفراد الجمهور يرجع أي دواء سواء ما أخذنا من الهيئة أو من خارج الهيئة من القطاع الخاص، يرجع كل الأدوية اللي هو ما محتاج لها منتهية الصلاحية أو غير منتهية الصلاحية، تالفة أو غير تالفة، يرجع. وإحنا نقوم يعني بفرز الأدوية هذه اللي هي غير صح. وصيدليات الهيئة فاتحة أبوابها لأي إنسان، طبعا شاكرين إليه التعاون هذا، فاتحين أبوابنا لاستقبال هذه الأشياء. طبعا إحنا إن شاء الله يعني ماشي الحملة وبعد تكبر إن شاء الله، أهم شيء توعية المجتمع، محافظة على المجتمع، لأن هذا شيء مهم جدا، مو بس إنه يعني أنت تعطي الناس إسعادهم، لا، بس تحمي مجتمع أفراد المجتمع من أي سوء استخدام، من أي خطأ يحدث في المنزل، قد يحدث في المنزل بسبب تواجد وتراكم هذه الأدوية. جميل دكتور، أنا في المقدمة تحدثت عن المبادرات الكثيرة اللي تقوم فيها إدارة الصيدلة، أيضا أنتم عندكم من بين الأشياء الجميلة كذلك، أنا بس بأخذها على عجالة على أساس أن أطلع قبل الفاصل، بس أبغى أتكلم عن واحدة من المبادرات أنكم أنتم توصلون الدواء للمريض عنده في البيت، فهذه من المبادرات الجميلة اللي قمتم فيها من الفترة، فتعطينا نبذة سريعة بس نذكر فيها المستمعين بهذه المبادرة. المبادرة هاي طبعا يعني احنا نفتخر بها، لأن بعدان بها ان طبعا اي مريض يحتاج الى دواء. اليوم احنا يعني الناس مشغولة في اشغالها، في منازلها، بعيد عن العيادات، بعيد عن المستشفيات، فاي دواء، اي انسان يحتاج الى الدواء هذا يحتاج طبعا عنده وصفة، تكون اهم شيء تكون عنده وصفة، ما عليه الا يا اما اذا عنده يا اما يرفع التليفون يخاطب المستشفى الصيدلي اللي هو فيها الوصفه او المعنيه، او بالايميل، او حتى يبعث لهم رساله نصيه بالتليفون انه والله انا ابغى هذا وهذا وصفه، هذا رقم بطاقتي وانا عندي وصفه، يتاكد من السيستم، يتم التاكد من السيستم فعلا موجود
موجود الدواء هذا، موجود له وصفة، يتم تجهيز الوصفة وإعطاها لزائجين، إحنا نتعامل مع زائجين، توصل إلى المنزل في خلال 24 ساعة. كم الرسوم اللي عليها دكتور؟ في رسوم في طبعا في داخل دبي، أي منطقة في داخل دبي ب35 درهم، أما خارج دبي أي مكان في دولة الإمارات، يعني إن شاء الله نتكلم عن الجزيرة، رأس الخيمة، عن أي مكان في دولة الإمارات، يعني أبعد أماكن حتى لو كان أبعد مكان، في بعد توصل في خلال 24 ساعة ب55 درهم. طبعا لو نحن استدعي نشوفه أخ محمود، يعني هذا ولا شيء دكتور، يعني ولا شيء بالنسبة، يعني هو اللي يقضي رايح جاي، وبعدين المسافة والبترول ما أدري إذا بتغطي تكلفة البترول حتى دكتور، بس ما شاء الله عليكم خدمة ممتازة جدا الحمد لله. يعني الحملة هذه الحمد لله ما زاد هذه الخدمة بدأت تأخذ يعني موقعها، وبدأت أشخاص وأماكن أخرى يعني يستفيدوا من هذه الخدمة، تستفيد وتطبق، تبي تطبق نفس الشيء هذا. والحمد لله هذا يعني هيئة الصحة دائما مثل ما تفضلت بوجود أشخاص طبعا مثل أمثالكم هذا، يعني كانت سباقة في أشياء، يعني إن هي طبعا حملات ومبادرات تكون جيدة وجميلة في خدمة المجتمع وإسعاد المجتمع. جميل دكتور، نحن منسلط الضوء أكثر إن شاء الله في القادم من الأيام على العديد من المبادرات اللي تقومون فيها في إدارة الصيدلة، ونتمنى تواجدك معنا في الاستوديو، يعني من زمان ما زرتنا هني، نتمنى تواجد دكتور. بس معلومة حق أيمن قبل نطلع الفاصل عشان بس نهدي، ليش يحطون الرمز هذا مال الثعبان حق الصيدلية؟ لأن الثعبان فيه سم، ويستخدمون السم مال الأدوية، زين فيستخدمه كهو السم، بس نستخدمه كمضاد ونستخدمه لهذا. طبعا حاليا في طبعا هذا السم هذا سابقا يعني موجود، زين بس الحين بعد طلعت شعارات مختلفة للصيد، الهاون وهذا، بس هذا الأبوذكري اللي كان يطلع من مواد، يطلع المواد ويستخلصها ويستخدمها في يعني في علاج أمراض ثانية، سموم بس صحيح احنا نستخدم، لكن نستخدم في علاج أمراض مختلفة. صحيح الدكتور علي، دكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، حشاكرين لك هذه المداخلة وهذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه الحملة. شكرا جزيلا لك يا دكتور. جزاك الله خير. شكرا، جزاك الله خير. أيمن سامحنا طولنا عليك على الفاصل، لكن خلنا نطلع الفاصل وما نرجع إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا مستمعينا قبل الفاصل كنا نتحدث حقيقة عن المبادرات اللي تقوم بها إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، وتحدثنا عن مبادرة الدواء سلامة وعطاء. طبعا هناك حملة بتنظمها هيئة الصحة في دبي بتبتدي فيها يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016 في مقر هيئة الطرق والمواصلات، فنتمنى منكم يعني المساهمة في هذه الحملة ودعمها بشكل أو بآخر عبر يعني الأدوية اللي موجودة عندك في البيت عزيزي المستمع الكريم أو المستمعة الكريمة، خاصة أن الحريم يستخدمون الأدوية أكثر من ريايل، أحس مثل والدة عندها صيدلية في البيت وهي بروحة توزع الأدوية الله يهديها. بس إنزين المهم هذه الأدوية هي قد تكون يعني فائض عن الاستخدام بحكم أن غيرت الدواء أو غير لك الدواء الطبيب فعطاك أدوية جديدة، فهذه الأمور بدال ما أنت تفر الأدوية في الزبالة ممكن ما يتم تحليلها بشكل مناسب، وممكن أنها تساهم في الإضرار بالبيئة، ممكن أنها تساهم في التلوث البيئي، وأيضا يعني فوق هذا ممكن إذا خليته عندك في البيت أنه ممكن الطفل نفسه يعني ياخذ
نوع من الأدوية يتحراها حلاوة يتحراها شيء فتسبب لنا مثل يعني مشكلة صحية عند هذا الطفل. عموما نتمنى منكم المساهمة في هذه الحملة قدر الإمكان، واللي عنده أدوية الله يخليكم يتوجه فيها إلى أي صيدلية موجودة تابعة لهيئة الصحة، ممكن أن يعيدون تدويرها أو استخدام الصالحة منها للمحتاجين. طبعا مستمعينا دائما ما تكون هنالك العديد من الإنجازات اللي يقدمها أطباء الهيئة بشكل أو بآخر. في الأسبوع اللي طاف يمكن ولا اللي قبله أطباء مستشفى راشد قدروا أنهم ينقذون سائحة وجنينها، هذا عن طريق أطباء قسم الأعصاب في مستشفى راشد طبعا برئاسة الدكتور سهيل الركن استشاري ورئيس قسم الأعصاب اللي موجود معانا عبر الهاتف الآن، بيحدثنا عن الحالة اللي استقبلوها. هي حالة يعني سائحة باكستانية عمرها 39 سنة حامل في شهرها السادس، تعرضت لجلطة دماغية أدت إلى شلل نصفي كامل في الجهة اليمنى من الجسم. باخذ التفاصيل هذه عن طريق الدكتور سهيل. مرحبا دكتور. استاذ محمود صباح الخير. صباح الورد يا دكتور، سامحنا ندريبك وايد مشغول بالعياده وتمر على الاطباء على المرضى وتعاينهم، لكن ما بناخذ من وقتك وايد دكتور، بس نبغي نتعرف على هذه الحاله اللي جتكم. عطني تفاصيلها دكتور، شو اللي صار وشو اللي استوى معاكم وكيف تم علاج هذه الحاله؟ إن شاء الله. أول شيء هذه الحالة جتنا قبل 4 أسابيع أستاذ محمود. هي سائحة باكستانية من العمر 39 سنة. جاية هي وزوجها عبر دبي لإقامة يومين في دبي عقب سارين العمرة كانوا. الحرمة تركها زوجها صار صلاة الظهر يوم الأربعاء. سارية بالغداء والتصوب من الفندق قالوا له تعال حصلنا حرمتك طايحة الآن. وما ترد علينا. في يوم وصل اتصل في الإسعاف يا أبوها المستشفى عنا، كانت الحرمة طبعا عند شلل شديد حقيقة، يعني ما تحرك الشج اليسار من جسمها أبدا، لا ويها ولا إيدها ولا ريلها ولا تشوف الجهة اليسار عافانا الله، ولسانها جدا ثقيل. حرمة صغيرة 39 سنة طلعت حامل في شهر التاسع، وهذا أول جنين تحمل بالحرمة من حوالي 20 سنة متزوجين ما في أي حمل، هذا أول حمل في 29 سنة، فهم سارين العمرة عشان البركة وكذا للطفل، فقدر الله سبحانه وتعالى أن في مدينة دبي يحدث لهم هذا الأمر. كان شوي الأمر جدا صعب علينا لأن جت خلال أول ساعة، وإحنا نعرف أن أعراض الجلطة الدماغية مثل هذه ممكن نعالجها في وقت سريع جدا، ولكن الدواء اللي نعطيه هو مذيب للجلطة وهو جدا خطر على الجنين، خطر على الجنين وعلى الأم أنه ممكن أي نزيف حاد ممكن يصيبها. فلو لا قدر الله نزفت هذه الحرمة وفاة الجنين 100% ووفاة الأم حوالي 15%. فأذكر عملنا أشعة الرأس بسرعة، خلال 10 دقائق طلع أنه في جلطة عنده حادة في الرأس. طلبنا من استشاري الطوارئ أن يعملنا تصوير الجنين، طلع الحمد لله الجنين صحته كانت جيدة وما في أي نزيف أو في الرحم أو حوالين المشيمة أيضا، لأن هذا جدا مهم إذا طلع نزيف هاي مشكلة كبيرة. تم التحدث مع الأهل زوج وتم الموافقة على إعطائها مسيل الجلطة الدماغية. طبعا في هذا الوقت ما متخيل شو الوضعية كانت في الطوارئ عندنا في غرفة الإنعاش، إن أم حامل 39 سنة والجنين الوحيد وغرباء عنا هنا، وما عندنا احنا في مستشفى راشد نساء ولادة التخصص. فتم الاتصال بالطبيب المناوب مستشفى لطيفة وزاه الله خير، جاوبت ويانا بسرعة ويت خلال نص ساعة وعاينت المريضة وفحصتها، وطلبنا من بنك الدم لا قدر الله استوى نزيف 4 وحدات من الدم، وجوه دكاترة العناية المركزة الحمد لله وشافوا المريضة. تمينا ما شيء، احنا واقفين على رأس المريضة وزوجها في المسجد يصلي العشاء ويدعي، وامورها مشت الحمد لله سليمة، ما تم اي نزيف خلال 24 ساعة
دكاترة مستشفى لطيفة ما قصروا، كانوا يجونها كل 6 ساعات يعاينونها ويفحصون المريضة. بفضل الله سبحانه وتعالى والطاقم المعالج أن المريضة تم إخراجها بعد 5 أيام من المستشفى. نعم معك دكتور. نعم عقب 5 أيام أخرجت من المستشفى الحمد لله، تمشي بصرها في الجهة اليمين رجع طبيعي، في الجهة اليسار رجع طبيعي 100%، كلامها الحمد لله رجع طبيعي 100%، بدأت تبلع وتاكل، عندك في ضعف متوسط في اليد اليسار وجدا ضعف بسيط جدا في الوجه، فأخرجناها عقب 5 أيام بتعاون الفريق. الطفل آخر تصوير موجي سويناه له كان الحمد لله وضعيته مستقرة، وضعية الأم مستقرة، ما تم حدوث أي مضاعفات للوالدة، وتم الحمد لله رجوع لحالتها السابقة حوالي 80%. طبعا الشيء المهم هنا اللي أبغى أذكره أستاذ محمود وما يري سرعة إسعاف دبي في توصيل المريض للمكان الصحيح، فشكر لهم، شكر الجزيل لطاقم الطبي في مستشفى راشد تعاملوا مع هذه الحالة، الشكر الجزيل أيضا لمستشفى لطيفة على تعاونه وإرسال الأطباء والتعاون في هذه الحالة. فهذا المجهود كله حقيقة كان مثمر جدا في علاج مثل هذه الحالة، هاي أول حالة على مستوى الإمارات والمنطقة أن نقدر نعطي مسيل للدم في حرمة حامل حقيقة. في الأبحاث الطبية في حالات في مراكز خفيفة أعطوها مثل هذه الأشياء، الحمد لله الله ستر ولطف بهذه المرأة وسافرت إلى بلادها. طبعا اشترط عليها قلت لها إذا يل جنين توعديني إن إذا ولد تسمينا سهيل وإذا بنت تسمينا سهيلة. والله يا دكتور أنا يعني أتصور إن هي المفروض بروحها تقترح من نفسها إن بتسميه بهذا الشكل، لأن للأمانة أنا أشوفها يعني سبحانك يا رب، تقول رب العالمين أرسلها إلى هذه المدينة المعطاء، هذه المدينة اللي حقيقة يعني قادر أن تقدم كل سبل العلاج، سبل توفير الراحة لروادها وزوارها، فتقول رب العالمين أرسلها أنها أتي وتتعالج في قسم الأعصاب اللي يعد من الأقسام المتطورة في المنطقة كلها، وعلى يد دكتور سهيل وفريق العمل هناك جزاهم الله خير ما نقصين دكاترة. فسبحان الله شكل ما ذكرت يعني لا قدر الله هذه المرأة كانت طيارة صارت لها هذه المشكلة، لا قدر الله هذه المرأة كانت في بلاده، لأن بلاده ما يسوون هذه الأشياء زين في العمرة الله أعلم شو كان بيصير له، ولكن الله سبحانه وتعالى بغالها الخير، أمر مقدر عليها، رحمة ربك إن كانت وانتقلت بسرعة عنا. شكل ما ذكرت مدينة دبي والحكومة الكريمة جزاها الله خير ما مقصرين في هذا المجال، الخدمات الطبية في تطور مستمر، هيئة الصحة من تطور إلى تطور، مراكز التميز في الهيئة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله، وهذا دورنا إحنا كأطباء ومن شباب هذا الوطن. آمين يا رب. دكتور بس كان في تعليق من أحد المستمعين يقول حامل في الشهر السادس ورايحة العمرة، والله ما أفهم الجماعة هذه يعني، بس إن الفكرة هذه محمود هذه 19 سنة تبقى تحمل ما راينا تحمل، سبحانك يا ربي يعني فهذا الحمل اللي حملته فهي ورايلة سائرين نتبرك ونازلين ترانزيتيني في دبي ونازلين ترانزيت في دبي سبحان الله. ف لطف الله سبحانه وتعالى في الحرمه، طبعا قلت لهم رجعوا البلاد ما في عمره، وعقب ما تربين وتبين مولودك مضي سنين العمره. جزاك الله خير يا دكتور. دكتور طيب انا بس قبل لا انهي هذه المكالمه يعني بس انا استمتع وايد بالنشرات التوعويه المقتضبه اللي انت دائما تقولها، فعندك جمله جميله او الكلمه اللي تلخص عمليه الاسعاف في الجلطات الدماغيه، خلنا نذكر مستمعين فيها. نذكر مستمعينا لمستمعين الكرام كلهم في كلمة إذا تلخص أعراض الجلطة الدماغية إذا حدثت لأي إنسان، نطلب منكم سرعة الاتصال بإسعاف دبي والذهاب للمريض لأقرب مستشفى لعلاجه. الكلمة الأولى، الكلمة هي عبارة عن عاجل. العين هي عسر في النطق أو الفهم. الألف هي انحراف في الوجه أو جسم أو جهة من الجسم، انحراف الوجه. الجيم
ضعف بسيط في الجسم، واللام لا تتأخر في طلب الإسعاف. ملخصة كلمة فاس بالإنجليزي فيس آرم الويكنس عقب الكول دي أمبلنس أور تايم إز كروشيال. كلمة عاجل، نتمنى من كل واحد السلامة والصحة والعافية، ولكن إذا شفت إنسان يعاب من أعراض جلطة دماغية نطلب منكم جميعا عدم الانتظار وعدم إعطاء أي أدوية وأسبرين وأخذ مباشرة إلى أقرب مستشفى لعلاج. كل الشكر لك دكتور سهيل، الله يرضى على تواصلك معنا أيضا وعلى المجهود الكبير اللي تبذلونه في مستشفى راشد. دكتور سهيل الركن استشاري ورئيس قسم الأعصاب بمستشفى راشد، شكرا جزيلا لك. مرحبا أستاذ محمود، السلام عليكم. قلتوا لي في مداخلة عندنا أخواني، خلونا ناخذها إذا متوفرة على الهواء. ألو ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الله يعافيك. عبد الرحمن عندي 3 دقائق، سامحني أنا خليتك على الخط بس باخذها على عجلة. أنا حقيقة من أول برنامج أنا كنت في السيارة وطلبت أستاذي الفاضل، أنا كانت بدأ الأمر مشاركتي حول الزرنيخ، فوجئت أن يكون هناك طعام للأطفال وهم من هم ضعفا وقلة مناعة، أن يكون في طعامهم ما يسبب الزرنيخ. كما تعلم معلومة أن الزرنيخ هو السم الذي وضع في الشال المصرية التي قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وبعدها سببت انقطاع الأبهر اللي هو الشريان الأرطي الذي يسمى. فإذا كان هذا يسبب إنهاء الحياة لكمل الرجال ولأخوى الرجال وأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف للأطفال؟ سؤالي، ما دور لنقل هيئة الصحة وهي دائما سباقة ودبي سباقة، ما موقفها مثلا من فحوصات أو لنقل تحليلات أو مبادرات طبية خارجية من هذه الأمور؟ يعني ما موقف مثلا الهيئة من مما يعرض الآن من أطعمة الأطفال وأكثرها لا يخلو من الرز؟ جميل عبد الرحمن، أنا بس برد عليك على موضوع الزرنيخ. هي دراسة تم إجراءها في ألمانيا على أن هنالك في الغذاء الأطفال المعد من الأرز أن ممكن أن يحوي كمية كبيرة من مادة الزرنيخ، فهم الفكرة كلها أن الأرز عند الأطفال ممكن أن يحوي مادة الزرنيخ هذه، فالواحد ينتبه لما يعطي هذا الطفل. هذا واحد. اثنين، عملية تأكد أن عملية فحص الأغذية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، هنالك جهات رقابية معنية بشكل كبير في هذا المجال، فلا تحاتي، أنت في أيد آمنة إن شاء الله. هنالك مجهود كبير تقوم في بلدية دبي في هذا المجال من خلال المختبر العالمي حقيقة في هذا في 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 هذا المجال، وأيضا الواحد دائما يأخذ بهذه الدراسات وننتظر نتائجها بشكل كبير على أساس أنه تثبت صحتها. قد تكون في بعض الأحيان دراسات طالعة لكن هي مجرد استنتاجات تكون قيد الدراسة إلين ما يتم إثباتها علميا بشكل كبير. فأنا في إشادتين، الإشادة الأولى أشيد ببرنامجك، وحقيقة ما إن أسمع برنامجك حتى أرغب في المشاركة. كنا نتوقع من دبي أن تخطو هذه الخطوة، قد خطتها، موضوع الأدوية والتخلص منها والاستفادة من الصالح، هذا الشيء متوقع من دبي السباقة. الأمر الذي أسعدنا موضوع إيصال الأدوية، وأنا من يومين أترياك تشارك في هذه عبد الرحمن، لأن أنا عندي الوقت شوية أزف، سامحني بضطر أني أنا أشكرك على هذه المداخلة الإيجابية، وهذا يعني هذه المشاعر الجميلة اللي أنا حقيقة أستمتع فيها في هذا البرنامج. فكل الشكر لك مستمعنا عبد الرحمن، وأيضا نتمنى من باقي المستمعين المشاركة في هذه الحملة اللي ذكرناها حقيقة ضمن البرنامج اللي هي حملة تخلص من الأدوية تحت عنوان الدواء سلامة وعطاء.
مستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لمخرجنا أستاذ أيمن سرحيل، والشكر موصول لأختنا في التنسيق أشواق مسعد وفريق الإعداد في قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي، وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله. فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.